اللي انت خدي بقى بنتي بتتكلم في التليفون انت مش سامعه حاجه عماله الو وحشاني ماما، قلت اجي اشوفك يا فريز. وانا مش عايزه اشوفك. ليه يا فريز؟ انا عملت لك ايه؟ ما تشوفيش وحشه يا اختي. ما انا عملت لك ايه؟
امشي امه عامله ازاي؟ لا اتفضلي عليكي على السيره عليكي. هي اصلا ما بتضايقنيش من الاول. لا دي فورمه جايه مخصوص. لا انت جايه يا ماما حتى ماسكه وفوقك برد اهو. بصي اهو ما اهو دي في ايه؟ هي تعمل اكتر من كده. هي كانت نفسها في واحده بس ما عرفتش يركبوا المنظر ده عليها. قالوا النافوره دي ما تتركبش على اي وش. يا ماما بتطلع لفوق ان شاء الله تطلع لفوق يا رب. يا رب تطلع عليكي تلفي ان شاء الله يا رب. انا وانتي حبيبتي يا رب. انتي فين يا تريس؟ انتي فين يا تريس؟ مش مشكلة حبيبتي. امشي امشي ربنا معاك تاخد مامتها. انا مش مبسوطة خالص اني شفتك النهارده وما احبش اشوفك تاني. افتكرتي صح؟ افتكرتي
افتكرتي صح؟ افتكرتي في حواجز هنا يا حبيبي. انا بتتهمني انا كنت بقول او عايز اتفضل. تعالي يا ماما، تعالي يا ماما. اعترف ان هم مجانين يعني. اه هو واضح كده يا ماما. الميكروفون وقع يا ماما. ما بيتكلمش. طب خليكي ماسكه كده يمكن يتكلم. مش مشكله ولا ولا ودانك كمان سمع؟ يعني انت اصلا قبول. استني يا ماما، استني بلاد الميكروفون. فين ابن عمك ماسي؟ يا سعيدة راح ما جاش. ابنك؟ راح. انت بقى اشتغل. اخوك يا اخوك. فوق باودي. يا حبيبي احنا عارفين ان هما مجانين بس هما ما اعترفوش بكده. بس شكلهم خلاص كده. لا بس ايه طارق؟ لا بس بنات هما مجانين بقى ما تاخدش على كلامهم. ما تاخدش على كلامهم؟ لا انا قلت لك كده. طب هطلع ولا اعمل ايه يعني؟ ده المفروض يعني مش ممكن كده. انا كل مره يا حبيبي في الخطوبه مش قلت لك ما تاخدهاش؟ ماما ما بلاش بقى بنت خالتك دي وخلاص. خلاص عشان خيرها يعني؟ شهرها 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 على كلامك. بيحب بنتي بيحب بنتي يا حبيبي على حلم. انا لما بشوفها بيحصل. محدش شايف انا ما بيحبها. كان في 2 جنيه عايزينهم فتقول لنا البنت. لا هديك روح. كانت خلاص اتحمست. يا حماتي ويا ماما اقعدوا بس لوحدكم. انا هنصفي الموضوع ما بيني وما بين. يا ساتر عليك. تعالي تلزقي هنا. ايه؟ المشكلة مش هتبقى عارفة تعملي. انت بتفتكري حاجة تانية؟ ما تسمعلوش يا لحظة يا حماتي. ما تشخنش في حماتك. بس يا سامي بقى مين هدى؟ الله. ها؟ ها؟ يا سامي بتعمل فيك كده أكتر من حماتك؟ قولي أنا عايزة حبيبي، أنا مش عارفة أعمل إيه. كل المشاكل دي أنا اللي اتسببت فيها. البنت كانت حريقة. أنا غضبت ومش عارفة اتصرفت إزاي. أنا عايزة أشوف حل. تفتكر يكون إيه الحل دلوقتي؟ هو طلب حل بس ما يعني مش هتحل الصف بتاعنا يعني. نغير الديانة وبعدين نفكر. ايه رايك نروح نتكلم مع ابونا؟ لا انا هقول لك قبل ما ناخد اي حل لازم تمشي ماما وتمشي مامتك. هما سبب المشاكل اللي احنا في الحياه دي صح؟ افتكر كده. لحظه واحده. هيمشيني؟ حكي وسناني. لا 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 قريب. ممكن لسه نطلع بكره مين من الرجاله دي؟ قبل ما اروح لابونا انا افتكر في خادمه جميله جدا في تونس. كنت مره بتكلم معاها وقالت لي لو احتجت اي حاجه عني كلميني في اي وقت. انا ما رحتلوش بقالي كتير مش هقدر اروح دلوقتي. طيب انا افضل ان احنا نروح نقابلها ونشوف هي تقول لنا نعمل ايه. ايه رايك؟ ماشي نروح نقابلها. ماشي امتى؟ عارفه دلوقتي؟ مستعجل؟ يلا يلا. انت فاضيه؟ ورايش حاجه. يلا يلا.